إذا استغيث منادى خفض باللام مفتوحا كيا للمرتضى وافتح مع المعطوف إن كرتيا وفي سوى ذلك بالكسئتيا ولام ما استغيث عاقبة ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. للاستغاثة نداء من يخلص من شدة أو يعين على مشقة. إذا استغيث منادى خفض باللام، اختاروا اللام لأنها أقرب الحروف إلى الملكية كأنه اختص من غيره. استخدم اللام قال يا لفلان، قال عمر عندما طعن يا لله للمسلمين. اختاروا اللام لأنها أكثر تعبيرا في المعنى من بقية الحروف. فتحوها تشبيها للمستغاث به بالضمير، لأن لام مع الضمير تكون مفتوحة، تقول الكتاب لك وله، فتحوها. واضح؟ كذلك قال خفض، لماذا يخفض وهو منادى مفرد علم؟ قالوا اتصال اللام به كساه شبها بالمضاف فهو علب، ولذلك ابن مالك من دقته قال خفض تعبير اعرابي. انا اقول اذا استغيث سم منادى خفض باللام مفتوحا كيال المرتضى وافتح مع المعطوف. قالوا اللام هذه تتعلق بيا، حرف الجر لا يتعلق الا بفعل او ما في مع الفعل، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليه. قالوا يا نابت عن ادعو فساغ تعلق حرف الجر بها، او قالوا متعلقه بيا نفسها، او عن ادعو، او قالوا زائده لا تتعلق بشيء، حرف الجر الزائد لا يتعلق بشيء. وافتح مع المعطوف ان كررتيا، اذا كررتيا مع المستغاث به افتح اللام، تقول يا لزيد ويا لعمر ويا لخالد لمحمود. اذا كررتيا وفي سوى ذلك يدخل فيه اثنان، يدخل فيه المستغاث الذي تكرر معه يا، ويدخل فيه المستغاث من اجله مطلقا. اللام مع المستغاث من اجله تكون لا مكسوره. يا لزيد لعمر، يا لله للمسلمين، واللام في المستغاث من اجله كاللام الاولى فيما قيل فيها. وافتح ما وفي سوى ذلك ولام ما استغيث عاقبت الف، قال لام المستغاث تعاقب الالف، تقول يا زيدا وتقول يا لزيد. ومثله اسم ذو تعجب الف، ومثله اسم ذو تعجب تقول يا للماء ان تعجبت من كثرته، يا للعشب ان تعجبت من كثرته، تعجب. وتقول يا عجبا، قال بعضهم يا عجبا لقد رايت عجبا حمار قبان يسوق ارنبا سائقها زامها ان تذهب فقلت اردني فقال مرحبا. هذا كله غير صحيح. واضح؟ هذا معنى قوله ولا ممس غيث ومثله اسم المتعجب. اقرأ ما للمنادى اجعل لي مندب وما نكر لم يندب ولا ما ابهم ويندب الموصول بالذي اشتهر كبير زمزم يلي ومن حفر ومنتهى المندوب يصله بالالف متلوها ان كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من صلة او غيرها نلت الامل والشكل حتما اوليه مجالسا ان يكون الفتح بوهم لابسا وواقفا زداء سكت ان تريد وان تشاف المد والها لا تزيد وقائل وعبديا وعبدا من في الندريا لا سكون ابدا. الاستغاثة الندبة نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. قالت عائشة رضي الله عنها ورأسا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليك لو مت وصليت عليك أو كذا، قالت بل لعلك تظل مع إحدى نسائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا. كان هذا بداية المرض الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما للمنادى اجعل لمندوبهم، اذا كان مفردا يبنى على الضم وتكون ضمته مقدره، تقول وزيدا وحرف نداء وندبه، زيد منادى مبني على ضمه مقدره من ان اشتغل المحل حركه اللي في الندبه. واذا كان مضافا ينصب تقول وغلام زيدا. قال ابن الحضرمي يوم بدر وعمره فحض المشركين على ان يقاتلوا المسلمين فكانت الوقع. واذا كان اضطر الشاعر لتنوينه له ان ينونه مضموما او منصوبا. قال وفقعسا واين مني فقعس ابلي يسوقها كروس. وفقعسا اضطر ان ينونه فنونه منصوبا. مر بك هذا وضمم او انصم اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بين
أنا أقول ما للمنادى جعل وما نكر لم يندب. المطلوب من الندبة أن تبين مآثر المندوب، ما تقول ورجل لمجهول، وما نكر لم يندب، ولا ما أبهم. المبهم اسم الإشارة اسم موصول، لا تقول وهذا، لا يقال هذا، مبهم. واضح؟ ويندب الموصول بالاشتراك، الموصول الصالح للنداء وهو ما لم تكن ما لم يكن في اوله من مثلا، ممكن تندب بصلته بما اشتهر به كقولهم ومن حضر بئر زمزم، شخص يرثي عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حضر بئر هو عبد المطلب، انا اقول ندبه بشهرته وهي يكون حافر بئر زمزم. ومنتهى المندوب يصله بالالف، المندوب تصله بالالف ليساعد على رفع الصوت بالمصيبه. أطول. تقول وزيدا وزيدا وعمرا، متلوها ان كان مثلها حذف، اذا كان اخر المندوب الفا حذفتها، فتقول ومصطفى، حذفت الالف الاولى. لماذا نقدر حذف الف الندبه؟ قالوا المجتلب لمعنى حق بالبقاء. انت واضحه؟ تحذف الاولى، تحذف الالف التي فيها. قال متلوها ان كان مثلها حذف، اذا كان المندوب مختوما بالف تحذف الفه. قال لماذا نقدر حذف الف الندبه؟ قال المجتلب لمعنى حق بالبقاء، هي اجتلبت لمعنى وهو الندبه. واضحه؟ كذلك تنوين الذي به كما كذلك تحذف تنوينه او تنوين صلته. فمن حفر بئر زمزم تحذف التنوين، تقول ومن حفر بئر زمزم، حذف التنوين ورجعت محله الالف. وكذلك غلام زيد تقول وغلام زيد عمر وعمرا، منتهى المندوب. كذلك تنوي الذي به كان من صلة او غيرها نلت الامل دعا لك اقرا. والشكل حتما لوله مجانسا ان يكون الفتح بوهم الله، اذا اردت ان ترضي ان تندب غلام غلامك مرأة امامك لو وضعت له الفا يلتبس بندبة غلام المخاطب، تقول لو قلت وغلامك يظن انك تندب غلام مخاطب وانت تندب غلام مخاطبه، اعطه شكلا مجانسا، الكسره تجانس الياء، تقول وغلامك. ها السكت اذا اردت. كذلك غلامه غائب، تقول وغلامه، لو اتيت بالالف تقول وغلامها، يظن انك تندب غلام امراه غائبه. إذا لم يكن هناك لبس لا حرج عليك. عبد الملك تقول وعبد الملك، لا تأتي بحركة مجانسة لأنه لا لبس فيه. واضح؟ كذلك حذامي تقول وحذاما، لا لبس فيه. أنا أقول وشتلك عاتم نوله مجانسة إن يكون الفتح بوهم، ووقف انزل سكت، إذا أردت أن تسكت ضعها إذا أردت. تقول وعمرا، وإن تشأ فالمد والهاء لا تزد، إذا أردت احذفهما، تقول وزيد، حذفت الألف والهاء. واقف وقائل وعبديا وعبدا من في الندر ذا سكن، مر بك قول ابن مالك، مر يقول ابن مالك واجعل منادا صح إن يوظف لي كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا، قائل وعبديا وعبدا من في النداء أثبت الياء ساكنة، القائل يا عبدي ساكنة له ان يقول وعبدا، حذف الياء لانها ساكنه وجاء محلها بألف الندبه، وقال وعبديا فتح الياء واتى بألف الندبه مخير. اما القائل عبدي او عبد او عبد بالقصر ليس له ان يقول وعبدا، والقائل يا عبدي له وجه واحد هو يقول وعبديا. واضح؟ هو اتى بالوسط الذي يجوز في التخيير وترك لك وجهين انت طالب علم بحث عنهما. واضح؟ ما قول وقائل وعبديا وعبدا من في الندريا اثبت الياء ذات السكون. الله ينصر الله.